ازيكم يا مواليد برج الجوزاء؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات الجوزاء: توقعات الاثنين الموافق 13 مارس 13 اذار 13 3 2023. النهارده هيتم اهتمامك النهارده بشكل كبير بكتير من الامور والالتزامات اللي بتبقى في البيت، اللي هتبقى متعلقة بممتلكات عندك. النهارده هتعرف تشتري حاجة او تصنع حاجة خاصة لبيتك ولمكتبك او حتى لورشة الشغل الخاصة فيك. يومك مناسب جدا عشان لو حبيت تعمل عمليات شراء هتبقى بتوفر ليك راحة كتير جدا في اليوم ده، حتى في الشغل والبيت. النهاردة هيتعين عليك انك تتبع شوية خطوات عشان تطيب خاطر اي حد انت زعلته من غير قصد. اهداف كتيرة عندك، خطط كتيرة لراجل النهاردة هيبقى بيعيش معاك او بتشتغل معاك. حتى النهاردة لو كنت بتعاني من اضطرابات صحية خفيفة هتبتدي تواجه شوية قلق شديد هيبقى متعلق بالمواقف والحوادث اللي بتعتبر مش متوقعة. صعب النهاردة انك تحكم على المواقف اللي هتبقى بتواجهك فيها، مواقف مش حلوة، هتبقى بتتلقى اخبار مش هتبقى في انتظارها بشكل كبير. وفي يوم الاثنين هتبقى عندنا توقعات كتير جدا، هتبقى مرتبطة بالاخبار والعلامات اللي بتبتدي تظهر لينا وهتؤدي لاي تطورات في احداثنا في اليوم ده. في محادثات كتير هتحصل، في اجتماعات مهمة جدا بالنسبة لينا هتبقى في اليوم ده. بفضل كتير من الاشخاص اللي بيبقوا مننا هيبقوا في طرف سلبي في الموضوع، في الاجراءات اللي بتبقى في يومنا ده. لازم نعرف نشوف نفسنا برؤية متطورة اكتر، كل واحد منها يعتبر بشكل افضل من اللي قبله. هيكون يوم الاثنين يوم مناسب جدا للاجتماعات، سواء مع اشخاص قريبين مننا او حتى مع اصدقائنا او حتى مع معارفنا. هيكون كل الاشخاص اللي بتربطنا بيهم علاقة مهنية او حتى شخصية بيمثلوا لنا شوية مؤسسات في اليوم ده. هيكون في شوية نقص النهاردة، لكن في مفاجآت هتبقى في طريقنا، في مواقف كتير مش متوقعة هتبقى فردية لكل واحد مننا. صعب اننا نوصف نفسنا باسم مشترك في اليوم ده. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.